وصل صوتك. محمد عبو باش نحكيو على جديد نتاع حزبك اللي قاعدين نشوفوا ونتابعوا في الانترنت يفتتح في مكاتب جهويه مؤخرا في نابل. يتقدم الحزب معناتها في كل المناطق اليوم. لو كان تعطينا وين وصلتوا في تاسيس المكاتب الجهويه؟ على مستوى المكاتب الجهويه نحن التزمنا كل في ذكرى الاولى لتاسيس الحزب اللي هي اخر الشهر هذا، لكن ما يكونوا استكملنا كل المكاتب الجهويه. حاليا ناقص مكتب التطوين، ناقص مكتب البنين، لاخاطر عملنا مكتب جهوي خاص بجرب ولكن ما عملناش البنين. فما في جرجيس لكن ما فماش جهوي في البنين. فما القصرين وفما زروان، هذوما هما تقريبا حاليا معناها المكاتب الجهويه اللي ناقصه، وبدينا في جزء من المكاتب المحليه. جوستومون الحزب نتاعكم قاعد ياسس في المكاتب من غير برشا حس، علاش؟ قلة امكانيات ولا نوع من تقنيه اتصال معينه؟ لا هو كي مشي لنا لتاسيس مكاتب في العاده ما تكونش فيها اعلام والكل، يعني تكون في عدد محدود من الاشخاص يكونوا هما النواه الاولى للحزب. هكا راهي يتم التاسيس، معناها مش في كل المناسبات نعملوا مثلا اجتماع عام ولا مفتوح ولا معناتها وقتاش حزب التيار الديمقراطي باش يبدا مرحله استعراض العضلات؟ صراحة العضلات خلونا صغيرين، لما الظهور معناها في اجتماع شعبي ان شاء الله يكون نهار 14 جوان خاطر تكونوا معناها مشينا شويه وحضرنا معناها بالذكرى الاولى لتاسيس الحزب ان شاء الله في قصر المؤتمرات ان شاء الله. وهذيك هي باش تكون الذكرى الاولى مش 30 ماي هي 30 ماي لكن ما نجموش نخطوا فيه 30 ماي تعرف فما زاد الامتحانات وكل هذاك علاش الاتفاق. دونك 14 جوان اول اجتماع شعبي الحزب التيار الديمقراطي في تونس العاصمة. معناتها شنو اساليبكم كي راه الفوتوشوب؟ شنو باش تعملوا تقنيات الاجتماعات؟ والله ما اخر ناس نحكيو على الفوتوشوب والكل. لا هي الكيران معناها توا كي تلقى حزب في فرنسا يجيب ولاده في كيران فما حتى مشكل، عمرنا ما انتقدنا الظاهرة هذه. اللي انتقدناه هو كانوا حتى معناها يمشي بامكانيات مادية معينة يلم الناس باش يظهر كانوا حزب قوي، الحقيقة هذه مرفوضة تماما وما ينجم يتصدوا لها كان صحفيين هذيا وقتاش في الحقيقة هذيا وكا. ما كان حد عنده امكانيات باش يجيب ولاد حزب علاش لا؟ كانت تسمح لنا امكانيات 14 جوان مثلا البعض لو خير من الجنوب ولا وسط جي كار ولا اثنين ولا ثلاثه ممكن، اما عدد كبير من الكيران ونجيبوا ناس باي وسيله من الوسائل في ذلك غير المنخرطين في الحزب طبعا هذا يولي مغلوط. والناس اللي جايين يقولوا بيبيسيتي مونسونجير هذا المحل ما يطبقش على القانون الشهر التجاري، ولكن على كل حال نقيسوا عليه تقريبا معناها على الاقل اخلاقيين مش مقبول. جوستومون معناتها محمد عبو كرئيس حزب يرفض انه مثلا اللي يجي الاجتماع يخلص؟ طبعا ما فيش حتى شك، مش موضوع نقاش على كل حال. حتى كان مش موضوع نقاش موجود على كل حال. بالنسبه لي نحن غير مش موضوع نقاش، بالنسبه للحزب الاخرى بالحق ما نقول حاجه، راهو دوركم انتم، نحن مش نمشيو نتابعوا في حزب زاد شكون جاي. دور صحفيين كنت تشوفوا ثبتوا فعلا اللي حاضرين هذوما مخرتين وقت نفحوا حزب ناجح معنا ربي يوفقهم الكل، ولا فما طريقه اخرى يجلب الناس لظهور في مظهر القوه؟ هذه راهو مرفوض تماما لانه مغالطه، ولانه سيساهم لاحقا في خلق حقيقه كونه فما حزب قوي ويولي قوي مع الوقت بمغالطه من الاول. هذا دوركم انتم الصحفيين كنت تتصدوا. معناتها مثلا كي فوالا كي نشوفوا حزب عامل اجتماع حاشد في ولايه ياثر معنويا على برشا باش ينخرطوا مع الاغلبيه، لانه فما حببنا الكلام الاغلبيه تمشي للطرف القوي، هذه حاجه معروفه. ودوركم انتم ثبتوا هل هما فعلا مخرطين وقتها كيما صبر الاراء؟ معناتها هل انت مقتنع بنتائج صبر الاراء في الاشهر الاخيره بمكانتكم؟ الحقيقه ان نقتنعوا بها وقتها نوصلوا مع بعضنا لسن القانون، معناها طرحت الحكايه وحتى مع سيادتك هنا في 12 اللي كان فما مشروع ما فما شيء معناها تعدى وما تخدمش عليه الموضوع هذا الكل، اما يزيد فما رقابه على هذوما المؤسسات نتاع صب الاراء اللي تثبت ما كانوا العمل نتاعهم قاموا به وفق المعايير معناها العلميه في مجال الاحصاء. هذا هو اللي يعنينا في الامر. اذا فما الرقابه دي تتوفر في وقت من الاوقات ما عادش عندنا حتى مشكل، ساعتها الغالب نقولوا هذا هو نوصل لتاسيس صب الاراء سواء كانت معنا ولا ضد. شنو رايك في اللي صار بخصوص المساءله نتاع معناتها صارت شفنا نوع من المشاهد غير محببه، معناتها اليوم شفنا ولينا تبادل شتائم حتى بين كتل الديمقراطيه المعارضه اللي كانت تسمى المعارضه قبل. شنو رايك في الخوضه هذه الكل اللي صارت في الاخر دون اي نتيجه؟ معناتها حتى مجرد التصويت ما صارش. معناتها شنو رايك سي محمد؟ لا في المنطلق نحن مع المساءله راهو باش نكونوا واضحين، موضوع التطبيع مش تاع مزايده الحقيقه، ديما نعاود نقول راهي ماهيش للمزايده، ولكن المساله قضيه تهم معظم التوانسه على الاقل نواب الشعب اللي انتخبوهم في بلي تونس يعرفوا مليح كون الشعب التونسي ضد التطبيع. المغالطات من قبيل باش نضربوا الموسم السياحي الى اخره، كل واحد يقول لنا الكلام هذا نقولوا راه عندنا برشا حاجات تضرب فيها الاقتصاد
ويجي نتكلم عليها مره واحده مع بعضنا، واثنين يجي نعملوا دعايه مع بعضنا، توانسه في الخارج، الاحزاب السياسيه، الجمعيات، ديوان السياحه يقوم بواجب شويه يطول الاشهار والتعريف معناها بالسياحه التونسيه، نعاوضوهم اللي باش ينقصوا، كان فما باش ينقصوا اصلا، طبعا فما شكون باش ينقص اكيد، لكن هل 1000 ولا 2000 ولا قداش نجم نعوضوهم، حتى كان اكثر لا قدر الله نجم نعوضوهم اذا خدمنا بعقليه وطنيه الناس كل مع بعض. يقولوا مش السياح الاسرائيليين باش ينقصوا لانهم هما بطبيعتهم. لا هما عددهم قليل، هما يحكيوا مع الاوبراتور ربما ما تعاطف مع الكيان الصهيوني فيحرمنا معناها من الحرفه نتاعو. ممكن تصير، ولكن زاد لازمنا نحذروا من شيء معين. معناها ما نحبش يصير تشكيك بدون دليل، ولكن نحذروا من كونه زاد توليش ماركه سياسيه في الداخل، مالها هاكم خديتوا موقف ضدنا، اي مالها باش نعطلوا الموسم السياحي، حتى في مستوى الاداره من داخل الدائره حذاري معناها اذا فما اشكاليه من هذا القبيل تور اوبيراتور والاثنين ولا اكثر عملوا مشكله في الجانب هذايا، فمن المفروض كونوا طوروا وسائل الدعايه في المرحله هذايا ونحن ديجا مخروا بالنسبه لعدد الموسم السياحي. ولكن وكان يحكي سي طاهر يقول لك ما فما حد شيء في الدستور الكبير اللي انت عملته، الدستور اللي يضاهي الديمقراطيه في بعض الفصول منه، ما فهم شيء يمنع جنسيه معينه من الدخول. كيف شنو المخالفه اللي عملوها الوزيرين؟ لا هو علاش تركيز على الدستور؟ هنا دخلنا في المعارك السياسيه، شويك ما عديتش وقتها في الدستور تطبيعه وكذا، فما قانون قطع نظر على الدستور، فما قانون قدمته كنت في قبل ينص على تجريم التطبيع، ما تعداش ولا مازالوا ما عدوش، ما ترفضش هو، ان شاء الله يعدوه في اقرب وقت، باش نكونوا واضحين. تحط في الدستور ولا مالناش نرجعوا النقاش هذا، تجاوزناه الحقيقه، وكل واحد عنده وجهه نظر، اللي نعرفه في المجلس حد علمي على كل حال الناس الكل ضد التطبيع، على حد علمي، على الاقل وقت تناقش الموضوع قالوا ضد التطبيع، الناس تقول خلوه في قانون، الاخر يقول لك في الدستور، هذا هو نوعيه النقاش اللي كانت موجوده، فمش نقعدوا نجبدوا هكا غلط. يظهر لي ونعاود تيبش يولي قانون. ان شاء الله يتعدل، القانون موجود، المشروع موجود، يتعدل شويه ما يتعدلش. مقدم معناتها تقدم عنده مده، كنت وفاه هذا معلوم. فما قانون طبعا الدولة حرة، قانون 68 متعلق بإقامة الأجانب في تونس يمنع معناها يسمح للدولة كان ترفض دخول أي حد، تنجم تعمل تأشيرة، تفرض تأشيرة وتنجم ترفض أي أجنبي، ما فيهاش إشكال من الناحية القانونية في الجانب هذا. وعندنا توجه سياسي قديم لتونس معاه بورقيبة مش من توا، اللي هو كانوا لا يقبل شخص يحمل جنسية الكيان الصهيوني. هذه مسألة عفوا مش يحمل جنسية عفوا، يحمل جواز سفر الكيان الصهيوني، عمرها ما طلعت مسألة جنسية. نجم غدو الطرف يعرفوها الجنسية الإسرائيلية مش نايمين، ولكن وقت يدخل بجواز سفر آخر ما فما حتى مشكل. هذا هو اللي لازم نحكيو فيه لا أكثر ولا أقل. أما يقدمها سين كون ما فماش سبب قانوني للمنع، لا فما سبب قانوني للمنع ونجم يمنعوه. ولكن على جواز السفر وقانون 68 إقامة الأجانب عفوا. وعلاش دارت المسائلة وصلت حتى معناتها انتهت سحب الثقة وغيره، حسب رأيك هل فما شكون تدخل في عمل المجلس من الكواليس؟ فما هو باين من البدايه باش نكونوا واضحين، راه ما فماش اغلبيه نتاع 3-5. لا المسائله ما تمتش اصلا، معناتها سحب الثقه التصويت ما تمش. ايوه تعرف خاطر اللي هما مع سحب الثقه اكتشفوا كانوا ما عندهمش اغلبيه، فهموا اللي هي واضحه معناها الكتل معروفه شكون معاه وشكون ضد، فزادوا باش يقول لك ربما زاد نعطيهم حصانه لمده معينه ما عادش نجموا نعملوا لائحه لوم اخرى، ويظهر كانه المجلس التاسيسي التونسي ضد ولا مع التطبيع، خاطر فما شكون نجم يشوه ويقراها بالطريقه هذه، فطبعا فما شكون فضل كل ما تعداش وتقلب الدور اللي ولاو ضد معناها لائحه اللوم ويقول لك لا نعديوها. طبعا مانيش ندخلوا في التشكيك وفي غيره، نعديوها باش تبان الهزيمه معناها باش تبان الهزيمه، والله اعلم شو الغايه، ما عنديش فكره الحقيقه، ما ياسر شفت تشنج لدرجه كنا نستغرب الحقيقه في الاطراف الكل، ولكن على كل حال حتى اللي دافعوا على الوزيرين يريد تشنج. اداء الوزيرين تنجم انت كمواطن من حقك كمطمن به، اللي هو اداء طيب، مثلا سيده كربول مستوى الاتصال نجحت، ما نجمش نفك لها حتى حد بشكل كبير عن جزء كبير من تونس، راهو نجحت اتصاليا، تسيير الوزاره فما حد يعرف نعرف خلقوا نوع من الكلام، كانوا مختصين وكي يقربوا شويه باش نجموا يعرفوا. لكن على كل حال الخطا هذا الاولاني اللي هو طرح وقت تعيين الحكومه يضاف له خطا اخر كانه صرحت بما نسب اليها قبل ما تشكل الحكومه واللي هي الفاتو وقتها، ورات كانوا كلام معناه معين قالته المصحه الاقتصاديه قبل، المصحه الاقتصاديه قبل هذه راهو كي تبدا جزء من الحكومه بقطع نظر على وزاره السياحه في حد ذاتها راهي تطرح في جميع القضايا من بين قضايا المحروقات زاده راهو لازم تطرح في وقت من الاوقات، وين الشفافيه في المحروقات مثلا كي نحكيو على الشفافيه؟ خاطر خرجوا منشور ولا ملحوظه وقالوا دخلنا مرحله شفافيه، عاد ادخلها كما قال لك الدستور ساعتي مازالك اعطينا توا امتياز دون احترام الدستور ونحكيو على الشفافيه، كي نحكيو على الشفافيه والمصحه الاقتصاديه كي ندخلوا نعالجوا القضايا الجديه، باهي توا عندنا مؤتمر اقتصادي شيء فرح هذا دليل على جديه الحكومه، لكن نستناو على الاقل مبدئيا دليل، ولكن مازلنا نستناو في اجراءات اخرى تقول لنا الحكومه اللي هي فعلا حريصه على القوت نتاع تونس. سي محمد عبو لهنا سؤال بسيط، شفنا مثلا امبارح السيده سامي عبو ما شفاش غالينا الموضوع انه كنائب في مجلس تاسيسي عندك سلطه معناتها
عندك سلطة انه عندك وثائق بتاع التجاوزات بتاع صفقات، علاش ما تمش مسائلة في المجلس التأسيسي؟ لانه الكلام في الاعلام معناتها ينجم يأثر كما ينجم يسمعوه يدخل من يخرج من اليسار. باش نقول واضحين، جا السيد وقتها كاتب الدولة السابق اللي هو توسي نضال في الوزير في لدرجة الحكومة، اما قبل جا وجاوب السيد النواب في لجنة الطاقة وقال ما عندناش تجاوزات. الاشكال فيش هو كونه دايرة المحاسبات راه اللي عندنا تجاوزات، المكلف العام بنزاعات الدولة قال عندنا تجاوزات، ارجعوا للتسجيل نتاعو في قصر الحكومة يتكلم في اليوم الإعلامي مخصص وقت لإذاعات الدولة وربما لملك الدولة، فتكلم قال تقريبا خسائر يومين بخمسة ملايين دينار. غلط، هذه موضوع ثاني، ما هو راه جزء من الدولة. طبعا سلطة إدارية هذه، تزيدها سلطة أخرى رقابية وقضائية اللي هي إدارة المحاسبات، وتزيدها تقرير سي عبد الفتاح عمر، وفي الآخر ما تلقاش قضايا أمام القضاء. واكثر من هذا تقع حكومه تقول لك ما عندناش تجاوزات. اش معناها ما عندناش تجاوزات؟ معناها هو ما غلطش، سي علي العريض ما غلطش، وسي حماد الجبالي ما غلطش، وبن علي زاد ما غلطش، خاطر جوزة من الامتيازات اللي تعطات قبل الثوره. انت هاك زيد غطيت الناس كل، قلت كل شيء مريقل في البلاد، تقريب قالوا عندنا ثلاثه قضايا وقعديناها القضاء. لا الحكايه راهو كي تشوف تقرير عبد الفتاح عمر تكتشف له عدد كبير من القضايا. كي تشوف تقرير دارت المحاسبه تكتشف له هو خلل كبير موجود، فمن المفروض يكون جواب واضح في هذا الجانب. حتى قالوا الإدارة جاوبت على تقرير دائرة المحاسبات موش مقنع، دائرة المحاسبات لم يقنعها جواب الإدارة. فمن المفروض هو تسريع، خلينا نقول حاجة، إذا واحد عاجز في حل الملفات هذه فمن المفروض يسرع بالقضاء. القضاء توقعد ينظر في شكل ساق السوش في مترو وعنده ما قالش لا ما عنديش وقت باش ننظر فيها، كيما نظرت في هذه كما ننظر في قضايا أخرى. صحيح تحتاج اختبارات وفهم والكل، بالمناسبة اكتشفنا معظمنا راهو بعد سقوط بن علي ولينا نهتموا بمثل هذه القضايا، لأن قبل المسألة بسكرة حتى واحد من الحقوقيين ولا من القانونيين يهتم، قليل معنا حتى في المحامين معنا اللي يهتموا بقطاع النفط، وبدات الناس تهتم وبدات الناس انتبهوا وبداوا يكتشفوا اللي فما تجاوزات، فجاوب الحكومة ما نجمش يكون سكروا الملف راه ما عندنا شيء، لا لازم يقعدوا الناس، إذا ما عندكم شيء ما سالش، غلطة دايرة المحاسبة وغيرها من السلطات اللي يتكلموا، وضحوا للناس وقنعوهم ويتسكروا الملف. هو سي محمد هناك تجاوزات أكيد، لأنه قبل معناتها وين فما فلوس فما تجاوزات، ولكن انه تونس راهي غنيه غير فقيره بالتجاوزات مبالغ فيه نوعا ما، يعني تونس راهي عندها ثروه نفطيه وتنجم تعيش وتستقل ماديا وغيره وغيره، يبدو مبالغ فيه. نجمش نعرفوا الحقيقه في اللحظه هذه، مش عارفه حكيت البحيره وقديل على بحيره كل هذه، طبعا نجم نقول لك حتى حد مشغول، هذه المشكله، المشكله لازم تكون عند الدوله الامكانيات هذه، مازلنا ما خلقناش صحافه قادره على مواضيع هذه، ولا حتى اللي يجي القانون قلت كلير مختص فيهم، وحتى كان عندهم الامكانيات والمعارف القانونيه ولا التقنيه زاد خاطر لازم الزوز يكونوا موجودين، عندهم صلاحيه باش يتنقلوا على عين المكان وباش يشوفوا كونتور وباش يثبتوا باش يثبتوا في وثائق وباش يثبتوا شكون يخلص في الاداءات وشكون ما يخلصش. هذه امكانيه الدوله مش مفتوحه لا لينا لا لك انت لا للصحافه ولا للسياسه حاليا لا غير مسكره. واضح. عثمان البرجيني بعث لك قال لك سي محمد راهو في قطاع السياحه راهو فما اربع تور معناتها اربع وكالات اسفار قادرين يشدوا عليك 4 ملايين سائح مش 2000 ولا 20000، راهو معناتها الموضوع مش بالبساطه اللي تحكي فيها سي محمد. لا لا انا ما قلتش راهو بالبساطه، اما زاد ما يزيش حد يخوفنا اكثر من اللازم، مش تهتي الدرجه راهو. ساعه نحن ان شاء الله المستقبل مش توا مش قادر سي مهدي واللي قبله الحقيقه الفتره صعيبه، مش هذه السياحه اللي نحلموا بها راهو، كي ناخذ لك رقم مثلا يرجع ل 2005 فقط، الله اعلم توا شنو تحيينه. السائح ينفق في تركيا 8 مرات قد تونس، ونحن مازلنا معدلين على العقليه القديمه، وقتاش نحقوا رقم اسمه 6 مليون ونص ولا 6 مليون و600، وقتاش نفوتوا جنوب افريقيا، وقتاش نفوتوا المغرب. في الوضع الصعيب هذا يا سيدي نكملوا فيه، ما نجمش نزايد على الحكومه في الموضوع هذا. اما مستقبلنا راهو مش هذايا، مستقبلنا كون نجيبوا ناس تصرف برشا في تونس، نوع المنتوج نتاعنا نحسن. المغرب ثلاث مرات قد تونس تقريبا زاد السياحه. والمغرب تذكروا قبل كيفاش كانت، كانوا يتعلموا في السياحه وفي الاداره والمسائل هذه الكل كانوا يتعلموا فيها من تونس. بنهايه التسعينيات قاموا باصلاحات وحققوا نتائج ويزلنا نتعلموا منهم الحقيقه. بعد ما هبطت النهضه بلاغ اعتذار رسمي، وهذا معناتها يظهر ما نذكروش في العامين الاخرين، النهضه اعتذرت من شخص رسميين بعد سوء تفاهم صار بيناتك وبين سيد صاحب عتيق، وثم استقالة سيد صاحب عتيق ورجع بين خدام خاطره لأنه النهضة جات في صفك أنت. هل نجم نقوله أنه تسكر الموضوع هذا الخلاف اللي صار بينك وبين سيد صاحب عتيق، وكان كنت حكيت ووضحت معناتها برشا في الموضوع هذا؟ لا حتى كان مازالش هو الحقيقه الاعتذار، ما ناش نتعاملوا بالحقادر ولاحظوا مليح راني ما عملناش ردود فعل بالفعل، معناها اذا خرجت نهارتها وتكلمت راه الاسباب معروفه ومانيش الحقيقه باش نحب نرجع له. هو بيدو سي صاحبي راه كلمني وانا بيدي زاد فسرت له، قلت له راه تراش فيه الرد، انا بعد ما نجاوبش على الامور هذه. طبعا في السياسه نهار كل الناس تسبونا تحاول تحقر الكل، قلت كي تنزل على الواحد كيف كنت راه كثير من التوانسه راهو يصدق، عندنا خصوم بطبيعتهم عنده رغبه كانوا يصدقوا، ومش بالطريقه هذه راهو نجم نبليو البلاد وفتح الملفات هذه نتاع الماضي الاخير الله اعلم شكون تفيد وشكون تضر. على كل حال انا خليني نتهز فرصه باش نقول، خاطر ثم شكون تقلق البارح من تصريح
يتعلق بسؤال وين كنت يا سي صاحبي بعد ما خرجت من السجن. قالت سامي عبو لكن الحقيقة كسلتها قالت لا أقصد التجريح في ناس نادت، أما فقط كي ندخلوا في مقارنات نجم نقول لك بلي هاكي خرجت ما عملت شيء. أنا الحقيقة ما حبيتهاش العبارة هذه، وأنا نقول لك أنا بوضوح هنا أنا راني نعتذر إذا فهم منها جرحته هو ولا جرحت أي واحد من اللي ناضوا، واحد في النهضة، واحد في البوكت، واحد في أي تيار سياسي كامل. قاسة يستحيل كونه تيار ديمقراطي يزر عليه ما يجرح الناس هذوما، ما نلعبوش بها المسألة هذه من الوسوس بتاعنا نحن. هي أول حاجة حقوق الإنسان، اثنين الماضي ماناش ناسينه، مركزين على المستقبل، أما اللي ظلموا في السابق رانا نطالبوا بالعكس بتكريمهم مش كانوا ظلموهم. حاجة واحدة هي علاش جات في بالها الفكرة هذه، لأنه ملي صارت الإشكالية ونحن في تليفونات مع ناس أخرين الحقيقة يختلفوا تماما عن هذا بمنطقة الشماتة وكنت قراب منهم الكل، وهنا ظهرتها في تحليل بسيط جدا، وكناش قراب منهم ولا بعاد منهم، كنا نخدموا في بلادنا هذه بكل وضوح، ماهمش الشيطان هما، وبعدنا في وقت من الأوقات كي ما مشيناش فرد تمشي، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية كي كنا مع شرعية رانا مازلنا معاها، ودليل اليوم كي يجي أحد يشكك ويقول لك نحلوا مجلس، تقالنا نحن أرفع الأصوات ناديو بالشرعية، فالحقيقة ما تناقضناش، اللي كلمونا الحقيقة راهم هما اللي متناقضين، وما نتهزوش فرص باش نقولوا معناها نوع من الشماتة في مسائل كيما هذه، غلطة النهضة هذيك مسألة تحسب عليها ما فيش حتى شك، بالنسبة لي نحن راهو موقفنا ثابت، وماناش نتحاسبوا مع الناس على كلمة قالوا هنا ولا قلنا هنا، رانا نحكيوا على مصير بلاد وزمة تتبناه ونتنافسوا بالشكل المطلوب وننتقدوا بعضنا ما فيش حتى شك. حاجة واحدة فضلت كانوا ما نهبطوش معنا المستوى باش نقعدوا نحكيوا على ماضي وغيره، وإذا أي حد تجرح بكلامنا معناه يتعلق بتشكيك رانا ما نشكوش في ناس نالت، وحتى كي خرجوا طبعا مع الضغط يتسلط عليهم بعد 6 سنين وحبس في جديد زايد على الواحد تقول له شبيك ما نضلتش بعد ما خرجت، تبعت لشي شكون ينجم يقف قدامهم ويحكي على المعاناة اللي على وكل هذه مسألة إنسانية وحقوقية ولا فيها لا يمين ولا يسار، فيها الإنسان التونسي تظلم في عهد نظام السبادي واللي يسحق كل تكريم بقطع النظر على الخلافات اللي ما زالت باش تواصل واللي هي موجودة، وطبعا عادي كنا نتنافسوا في الموضوع هذا. ومرة واحدة زاد نذكر الأخيان في النهضة، راني كي كنا في وقت من الأوقات ندافعوا على الشرعية كنتوا تفرحوا برشا، حتى كي نستعملوا عبارة خلينا هذا تحكم على روحهم طيحوها عبر الصناديق، نحن هنا مازلنا مع الشرعية كيما كنا قبل في الوقت هذاك، ومازلنا نقول نديوكم ويقاس قاتكم عبر الصناديق، تبعت الشيء ما تغيرناش في الموضوع يتغش ولا غلب، أما المهم يجي حتى حد يقول شككنا فيهم في الماضي هذايا لا نجرؤ عليه إطلاقا، بشكل عام كانوا مناضلين وآلاف منهم مش شوية اللي صار فيهم ما صار في حتى حد، وعندهم شهداء في الحقيقة في الجانب هذايا لا يسمح حتى الديمقراطية نفسه كان يشكك في الناس هذوما ولا في ولاية حزب العمل الشيوعي ولا في غيرهم من اللي قدموا شيء لتونس. واضح. أنت تبعد معناتها موقف حركة النهضة والبلاغ الاعتذار الرسمي، هل خلى الموضوع تسكر بالنسبة لي؟ أنا قلت لك تسكر حتى قبل ماشي مشكلة حتى سي صاحبي تحدثت مع صاحبي يعطيك هو كلمني بارك الله فيه وقال راني كنت في حالة انفعال وغيره، وأنا نعرفه خاطر خدمنا مع بعضنا في الأتروكا نعرف يتشنج طبيعة الشيء الوضع صعيب والكل، أنا الحقيقة مازلنا رانا ننتقدوا فيهم راهم غالطين وهم ربما زاد راهم غالطين، هذه هي طبيعة الشيء كون الناس يواصلوا، ما هي فرصة ربما باش نساهموا نهار باش نقولوا داخلين الحملة الانتخابية بلا يجب نتفقوا على الضوابط بين مختلف الأحزاب، ما نجموش نعملوها نحن باش نبادروا، زعما جمعية من الجمعيات أو ربما الصحافة أنتم فيكم تبادروا في سوق النقاط حتى في الموضوع هذا، خلينا نتفقوا عليها القواعد وين توصل حدود النقد وين ما توصلش الكل، نحن معاكم كان نهار بادرتوا بشيء في هذا الاتجاه. حتى الحرب فيها أخلاقيات. حتى الحرب هي القتل والكل فعلا معقولة قانون الإنسان اللي يطبق وقت الحرب وكل شيء، فما لأنه تعرفش قاعدين نسمعوا سي محمد في الكواليس كل واحد مخبي دوسيات للانتخابات، معناتها كل واحد شاد دوسيات على الحزب الاخر والحزب الاخر يجيو في الحمله الانتخابيه باش يبداو يخرجوا فيهم. هذا ما يقال في بعض الكواليس، لا نعرفش صح انا ماهوش نحن معنيين، هذا اللي نجم نقول لك انا غير هذاك كل واحد اخلاقه وكل واحد مستواه، نحن ما نحكيوش بمنطق الملفات ولا وريت راه شكون يحب يحلل في الموضوع كيما هذا، نحن كي نعرفوا راه برشا تونس غالطين الحقيقه، كي نعرفوا ملفات فساد على اي شخص مهما كان حتى كي يبدا في داخلنا راه ما نرحموش. انا كان غدو يكتشف واحد من ولاد الحزب عندي خطا مالي ولا غيره راه صدقني غدو طيطلبوا ببعضي. فما عندناش حاجه اسمها انصر اخاك ظالما او مظلوما بالمعنى الجاهلي، هذا اللي نجم نقول لك، فاللي حاب يدخلنا في الامور هذه رانا ماناش من النوع اللي نهدوا الناس باي شيء كان، والاخلاق تاع السياسه راهي ضروريه اذا ما نحبوش البلاد تمشي فيها، خاطر التنافس هذا والتنافس الى اخره راه يطيح ياسر المستوى ويكره الناس في السياسه، وفي الاخر باش نضربوا امثالنا نحن على كل حال باش نضربوا في الانتخابات لسبب بسيط باش تصعب المساله المشهد الله اعلم قداش من القائمه، والناس باش تمل من السياسه باش تولي نسبه المشاركه ضعيفه ياسر، وتونسي فركس زاده بالمناسبه انا باش ندافع عليه خلينا نقولوا لهم بوضوح، تونسي فرق ساعات الاسباب باش ما يتنقلش انه راح حد يمشي يصوت، ويقال لك ياسر مبررات، فما نوفرلوش المبررات هذيا ونقولوا له قوم بواجبك وصوت اللي تراه انت معنا. شنو هي توا حكيت على الانتخابات، شنو هي تحالفات التيار الديمقراطي؟ شنو الاحزاب الاقرب لك؟ واظن انه من المنطق انك تدخلوا في تحالفات مثلا مع حزب التكتل. والله خلينا نكونوا واضحين، احنا بعدنا مع بعض الاخيان في متقاربين معناها سياسيا وفكريا بشكل عام.
وسطية ووسط يسار حكينا، ولكن قلنا بالله إعلاميا توا فيت المرحلة مع كامل اعتذارنا للسادة الصحفيين فيت المرحلة بالذات خلي نمشيو خطوات كي تكون المسألة جدية نحكيو فيها. شو السلبيات كونوا تعلن مع فلان غادي نحكيو الكل هو كونوا حتى ولادنا الأحزاب الكل المختلفة كيما اللي في التيار باش يقعدوا يستناو نستناو في التحالف، لا نقولوا الناس يخدموا لرواحكم على أساس كونوا داخلين في قوائم موحدنا، أما قاعدين نتناقشوا مع أطراف أخرى بجدية وقت توفر شروط النجاح هي حبة ذات. تصور غدوة كان حسب رأيي على كل حال وبرشا من الأخيين شاطروني الرأي كان يظهر طرف وسطي غدوة قوي نجم يكون بديل على مختلف الأطراف اللي تطرح في نفسها اليوم للحكم، وكثير من التوانسة اللي ما قاش روحهم على اليمين وعلى اليسار ممكن مع معنا يقوا روحهم معنا. المهم قابل النجاح ولا النوايا هاني نشوف إن شاء الله متوفرة معناها النوايا طيبة، المهم هي الآليات وما يضمن كونه يقع الالتزام معناه والوفاء بكل التزام يتم. جستم معناتها برشا خيار ثالث للنهضة للنداء، لأنه يعني تقول من غير معقول الناس في النهضة في النداء معناتها يلزم حل، ولكن يقول لك الزعامات هي اللي ربما تقلق شوية. الزعامات مثلا نعطيك مثل مثلا التيار الديمقراطي كي يتحالف مع الحزب الأخرى مثلا من هالولاني قال مثلا ما عندناش مرشح رئاسي كان تحبه معناه ما عندناش إشكال، رغم عندنا قرار مجلس الوطني اللي يقول له رشحوا حد أما كان عندكم حد ما عندناش إشكال، المهم يكون الشخص اللي نجم يعبد البلاصة هذه هو الشرط. سيد محمد عبود نجم تضحي بنفسك ما ترشحش رئاسة؟ خلينا نكونوا واضحين، أنا بطبيعتي غير مرشح حتى كان مشيت تيار في انتخابات واحد وهذا نقولها لك بوضوح وبالله مرة واحدة خلنا خاطر بداو كثر التشكيك الإعلانات ويميلوا ياسر الناس الأمور هذه راه كي نقولوا ماناش مترشح رانا ما نترشحوش فما سببش يقدموا لك يظن لك مش مقنع برشا، بالإضافة لمسألة الصلاحيات الحقيقية اللي هي موجودة في الحكومة واللي نحن حلمنا داخلين للسياسة باش نغيروا الواقع مش بالزايدة وعمر يحس روحه نهار رئيس مع الحقيقة ما عنده حتى قيمة، اللي يغير الواقع في تصوري هو اللي عنده أغلبية في برلمان ينجر عنها زاد أغلبية في حكومة وعلى الأقل موقع مؤثر في حكومة هذا اللي نجم يساهم في التغيير معناها مش رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية هو كما قلنا رجل الدولة صورة متاع البلاد أم البلاد قائد على القوات المسلحة داخل في أزمات مهم ياسر دوره ولكن مش هو اللي متاع اليومي ومتاع تغيير الواقع التونسي، هذه حجة. حجة ثانية نحن عايشين نظرية المؤامرة، استقال من الوزارة وعدينه بدرشنو رئاسة استقال من السي بي ار بالعكس باش يزاحم سي منصف مرزوقي، طبعا وقتها قلنا لهم انتظروا فيلزمهم ينتظروا طبعا يشوفوا لا يترشح ليه؟ هل هذا سبب مقنع لعدم الترشح؟ كي تحطوا مع السبب الاولاني تقول لونجو ما يستحقش خاطر نفقد مصداقيتنا نفقد مصداقيتي معنا في الجانب هذا والناس اللي ترجع للماضي تقول لك ما طلع كلام صحيح التحاليل هذه المؤامرات ثلاث ساعات واثنين شو في المقابل نفرض اول حاجه ساعه مش مضمونه النتيجه راه مش مضمونه معركه كبيره راه لازم تتصور معنا وخليني نقول لك حاجه عادي كان تكون معركه كبيره ما فما سؤال شو صلاحيه تسحق المعركه دي فقط قوسين ما غير ما نجيب هناك يظهر لي معركه رمزيه لناس يحب تكون نهايه مشوارهم السياسي ولا تتويج لمسيره سياسيه وقتها الاخير فيها تصورني انا في حزبي نقول لهم والله تعبت برشا في حياتي ماذا بين نوفر كارير تاعي يظهر لي هكا موجود لانه تصورش كانوا يقفوا معايا ولاد حزبي لان اللي دخلوا التيار يخموا بعقلي اخر اول واحد معناتها حكى لنا بوضوح انه الى حد الان صلاحيه الرئيس شكليه معناتها زادوها ما زادوا شوي اما مش هو يحضر زادوه يحضر في مجلس وزاري ما ينفع يقول له صلاحيه داخل حتى في بعض الازمات وينجم حتى يعلن حرب كل ولكن في ازمات لا شو يعلن حرب حتى تو يعلن حرب اي جوستومون معناتها بوضوح. سؤال اخير هل انت مع انه تشريعيه ورئاسيه مع بعضها شنو موقف حزبكم؟ ماني قلت بكل وضوح انا نحلوا كل واحد عنده الحجج نتاعو الكل لكن طبعا زاد كل حزب راه يحسبها وفق التصور هو نحن وضحنا ما قلنا نحن ماذا بينا تشريعيه قبل الرئاسيه لكن طبعا كان الناس راه خلاف ذلك فليكن مع بعضهم التوافق قال لك ما ياخذوا كالاحزاب اللي عندها امكانيات كبيره والله في المرحله هذه بالذات يخاف منها المساله هذيك كي تعرف شو في التشريعيه وشكون اللي باش يشكل الحكومه انت كناخب ربما تولي تختار يا تختار مثلا تجيب حد معناه يكون في انسجام مطلق مع اللي طلعوا في المجلس يا تختار شخص تقول هذا ينجم يوقف الجموح نتاعه مع كل حال خلي فرصه للناخب باش ياخذ الراي نتاعو بعد ما يعرف نتيجه الانتخابات الاولانيه اللي هي لازم تكون تشريعيه. حجاج بتبيع راي برشا من بينها زاد قانون الماليه في المده هذه وعام 2019 زاد لازم تخمم راه خمس سنوات هذه مهمه قانون الماليه من المفروض يتعمل قبل 31 ديسمبر تحضر وزاره الماليه بقطع نظر على الحكومات وهذه هو منطقه الدوله ولكن على كل حال كي تخلط حكومه ممكن تعدل فيه شويه وتعرضه على المجلس واضح.